كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات باسم زينب جابر عقال، معالجة مايكروويا بإشراف الأستاذ أحمد حسيني. لغة الآلة ولغة التجميع. لغة الآلة هي اللغة البرمجية الوحيدة التي تفهمها وحدة المعالجة المركزية CPU مباشرة بدون وسائط. تعتبر لغة الآلة من لغات البرمجة الأولية، فهي تمثل أفضل مستوى برمجي يمكن للمبرمج التعامل معه. مفردات لغة الآلة: إن أي لغة برمجة في الحاسوب تمتلك عدة مقومات لتصبح اللغة لغة برمجة، وهي مفردات اللغة، قواعد تشكيل اللغة إلى آخره. المفردات لغة الآلة هي عبارة عن مجموعة صفر وواحد، ووجد أن أفضل نظام عد يمثل هذه اللغة هو النظام الثنائي الذي تعود جذوره إلى ما قبل الميلاد. لماذا النظام الثنائي؟ النظام الثنائي هو عبارة عن مجموعة من التعليمات تستعمل لتتحكم بالحاسب وتتعامل مع صفر وواحد، ولكن الحاسوب بشكل فيزيائي يفهم تلك المفردات بعملية on و off الإشارات. لنفترض أن الحاسب يتعامل مع نظام 10، بالتالي فنحن أمام 10 حالات مختلفة من الفوضيات يجب التعامل معها، وبالتالي نحن أمام مجال كبير من الأخطاء. ثم لا يمكن الفصل بين الفوضيات الكهربائية بشكل دقيق، وإنما هناك مجال الأخطاء. سبب آخر يدعو لاعتماد نظام الأعداد الثنائي وهو التخزين على وسائط التخزين المختلفة، ولعل أبسط مثال هو القرص الصلب، بحيث يتشكل القرص الصلب من أقراص ممغنطة يتم الكتابة عليها. وقد يتساءل البعض لماذا أقراص ممغنطة وليس شيء آخر؟ السبب الرئيسي يعود لاستعمال الأقراص الممغنطة هو أن الأجسام الممغنطة يمكن تمثيل النظام عليها، حيث تمتلك خاصيتين أساسيتين هي الجذب والنقل الثنائي عن طريق الجذب والنقل. بينما عندما نتعامل مع النظام 10 في الحاسب، فإن التعامل مع الأقراص الصلب على المستوى الاعتيادي سيكون أصعب. تعليمات لغة الآلة: لكل نوع في الأنواع المعالجات لغة آلة أو طاقم تعليمات خاص به. لغة الآلة هو هيئة أرقام بنظام العدد، ويتم كتابة تعليمات وإعازات الثنائي ليتم تنفيذها مباشرة أو بنظام العد الثماني، ثم تحويلها إلى نظام العد الثنائي لتنفيذ. توجد لكل عملية حسابية أو منطقية تكتب لغة الآلة شفرة خاصة بها. لغة التجميع: نشأت لغة التجميع في الخمسينات من القرن العشرين، والتي قامت بتسهيل عمليات البرمجة لصحبة الكتابة والإلمام بأوامر لغة الآلة. تتكون كل تعليمة من تعليمات هذه اللغة من 32 بت مقسمة إلى أجزاء معتمدة على الأمر الذي يكون في أول 5 بت من كل تعليمة. ومن الأمثلة على التعليمات أو الأوامر التي تقوم بها هذه العمليات الحسابية أو المنطقية أو الإدخال والإخراج، وتعتبر لغة التجميع من اللغات المهمة في عالم الحاسوب، حيث يكتسب متعلمها الكثير من المهارات في فهم الحاسوب وأجزائه وكيفية التعامل معها. تعتبر لغة التجميع من اللغات البرمجية القريبة من نواة الحاسوب ولغة الآلة صفر وواحد، فهي لغة منخفضة المستوى يتم تحويلها لبرنامج تنفيذي باستخدام مجمع وبواسطة عدة عمليات. يتم التحكم بالأجزاء الصلبة من الحاسوب بعد تحويلها للغة الآلة، حتى يتم تنفيذها باستخدام وحدة من المعالجة المركزية CPU أو المعالجة الدقيقة. تتعامل لغة التجميع مع مجموعة من السجلات، والتي تعتبر من أهم مصادر التخزين لدى لغة التجميع، وتكون ذات مساحات مختلفة 8/16/32 بت، حيث تقوم لغة التجميع بجمع العمليات من قراءة وكتابة وعمليات حسابية رياضية ومنطقية باستخدام السجلات أو المقدس، والذي يستخدم عادة في الدالات. في الوقت الحالي كثر استخدامات اللغات العالية المستوى، وذلك يعود لسهولة التعامل معها باعتبارها أقرب إلى لغة البشر. وكذلك أصبح بإمكان المبرمج استخدام أوامر بسيطة في هذه اللغات، تختصر الكثير من الأوامر في اللغات المنخفضة المستوى.